دعونا نرحب بضيفنا الأستاذ محمد علي أبو المجد، أستاذ الخط العربي في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ. أهلا بك أستاذ حمدة، وسعيد بالتواجد معك. وإحنا أسعد أكيد. أستاذ، ذكرت في بداية حديثي أن هذه هي الدورة الثانية لمسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي، حدثنا عنها بشكل أكبر. وطبعا تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. أطلقت الأكاديمية الدورة الثانية، ودي الدورة الثانية طبعا. السنة اللي فاتت كان في دورة الأولى، وجدير بالذكر أن تعتبر المسابقة الأولى التي تقام في إمارة الفجيرة، والمسابقة الثانية التي تقام في دولة الإمارات بعد مسابقة البوردة. مسابقة عليها إقبال شديد جدا جدا زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده، وهنشرح دلوقتي بالتفصيل الفروع والأشياء الأخرى يعني. صحيح، لذلك خلينا نتحدث بشكل أكبر حول الموضوع. الشروط أستاذ محمد التي تتيح للمشاركين المشاركة في مثل هذه المسابقة؟ هو أول حاجة، هي المسابقة عندنا متقسمة دلوقتي لفرعين. السنة اللي فاتت احنا كانت أول سنة نعمل المسابقة، كانت فرع واحد بس، هو كان خط الثلث الجلي. ولكن نظرا للإقبال الشديد اللي تم السنة دي، السنة الماضية، أطلقنا مسابقة الثلث الجلي ومسابقة خط الديواني وفئة الحروفيات، وكذلك الأمر زودنا عدد الجوائز كمان. يعني أستاذ، يمكن تحدثنا قبل لا نطلع المقابلة عن المسابقة بشكل شوية بسيط، ذكرت لي معلومة أن هناك يوجد مشاركين غير عرب في هذه المسابقة، حدثنا عن المشاركين في هذه المسابقة بشكل عام. نظرا لإحصاءات السنة الماضية، كانت عدد المشاركين كان 115 مشارك من جميع أنحاء العالم. طبعا كان عرب وغير عرب، مش بس المشاركين كان فيهم غير عرب، ده الفائزين كمان كان فيهم غير عرب. كان الفائز الأول كان من مصر، وكان الفائز الثاني من العراق، ثم من مصر، وكان في جوائز تشجيعية كان غير العرب، منهم كان من ماليزيا، وكان من أندونيسيا وباكستان أيضا. صحيح، يعني نوعا ما الخط العربي أو ممارسة الخط العربي صعب الآن بسبب طبعا التكنولوجيا. صح. يعني توجهنا للتكنولوجيا بشكل أكبر. أستاذ محمد، حابين نعرف من خلالك نوعية النصوص اللي شارك فيها أو كتبوها المشاركين في المسابقة. الفرع بتاعنا السنه دي، او الثلاث فروع اللي احنا مشاركين فيهم السنه دي، فرع خط الثلث الجلي، وهو ده السنه دي عاملين نص واحد محدد: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. كل المتسابقين هيشتركوا معانا ان شاء الله هيتنافسوا فيما بينهم في اللي يقدم افضل شكل لهذا النص في خط الثلث الجلي. مقاس الورق 50 في 70، ورق مقهر، ده ورق متعارف عليه للكتابه، ويكون ورق طبيعي بين الخطاطين. في خط الديواني هتكون صوره الطارق، كذلك الأمر في حجم الورقة 50 في 70 ورق مقهر. وفي الفئة الجديدة اللي احنا تمت إضافتها السنة دي، فئة الحروفيات، مقاس العمل هيكون 50 في 150 في 150 على الأقل. فئة الحروفيات السنة دي موضوعها عن السلام، كذلك الأمر هو ممكن إما أن هو يقتبس نص من القرآن الكريم أو من السنة أو حكمة أو أي شيء يعبر عن السلام يعني. يعني لكل فئة ورقة معينة، نص معين. نعم. مختلف عن الأخرى. يعني كيف يتم تسليم الأعمال، الوقت التي يتم فيه مشاركة في المسابقة؟ هو طبعا احنا أطلقنا المسابقة في شهر 11 من عام 2021. آخر موعد لاستلام الأعمال هو يكون في 1/5/2022. اجتماع اللجنة إن شاء الله بيكون في 8/5. إعلان النتائج إن شاء الرحمن بيكون في 16/5 شهر ده، 16/5/2022. هيكون في حفل إن شاء الرحمن لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين، هيكون في 16/7. إن شاء الله يعني الأعمال ترسل إلى الأكاديمية عن طريق البريد، وده شيء مهم جدا عشان في ناس بتفكر إن هي المسابقة أونلاين. لا، المسابقة بتتم بتسليم الأعمال الأصلية عبر البريد الدولي أو من داخل الإمارة أو من داخل الدولة على عنوان الأكاديمية. يعني أستاذ محمد، يمكن الأعمال، يعني كيف من الممكن يتم تحديد الفائزين؟ يعني أنت ذكرت المحكمين راح يجتمعون ويحددوا الفائزين في المسابقة، على أي أساس سوف يحدد الفائزين؟ هو طبعا فن الخط العربي فن أصيل وله قواعد مرساة من زمان. كان في اختيارنا للجنة التحكيم إن هي التنوع في الفكر والتنوع المدارس. فمثلا في خط الثلث وخط الديواني، اختيار اللجنة كان الأستاذ أحمد عبد الرحمن الأربيلي من العراق، الأستاذ شيرين عبد الحليم من مصر وهو كاتب توسعة الحرم،
الأستاذ عدنان الشيخ عثمان من سوريا، الأستاذ مثنى العبيدي من العراق أيضا، ودولت أساتذة مشهود لهم بالجودة صحيح. والإتقان، بيستطيعوا أن هم يشوفوا مين أفضل حد يقدر أن هو يعمل تكوين صح مع المحافظة على قواعد الخط العربي، وكذلك التسلسل، ويعني هو هيكون في جماليات هم بيحطوا عليها الدرجات ديت. وكذلك الأمر في لجنة الحرفية اختيار الأستاذ محمد مندي ومخططين والفنان تشكيلي إماراتي، والأستاذ تجسر من السودان، والأستاذ إسماعيل عبدو من مصر. إحنا رأينا اختلاف المدارس كي لا تكون اللجنة موجهة لمدرسة واحدة صحيح. تمام، وعلشان كمان إن بشكل عام المتسابقين بيكونوا مختلفين المدارس، فإحنا ما كناش حابين حد يظلم من اتجاه مدرسة معينة. يعني المتسابقين يمكن في حديثنا السابق أستاذ محمد ذكرنا أن لا يوجد هناك فئة مختارة من قبلكم، الإعمار مفتوحة للمشاركين سواء كانوا أساتذة أو طلاب. حدثنا بشكل أكبر، لماذا تطلعتوا إلى أن يكون المشاركين فئة مفتوحة؟ والله أولا فعلا المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات وجميع الأعمار، سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة، لأن في ناس كثيرة بتظن أن المسابقة متاحة للمقيمين أو من هم داخل دولة الإمارات، المسابقة دولية. وجرت العادة في فن الخط العربي أن تجرى المسابقات بشكل غير مقسم لفئات أو أعمار، ده بيحفز المشاركين أكثر. أنا متاح دلوقتي، أنا مدرس في أكاديمية الفجيرة، ممكن يبقى عندي طالب حابب يشارك وينافس مدرسين أو ينافس ناس أكبر منه، علشان هو يتطلع ويشوف إن من هو أفضل منه أو من سبق وفن الخط وصل لإيه، ويشوف هو مستواه فين. ما حبيناش إن إحنا نحط الأقسام المبتدئة مع بعض، هيظن إن هو أوكي وصل لآخر الفن صحيح. بالعكس هو بيقارن نفسه بالأفضل منه. يعني أستاذ محمد، أنت مدرس في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مدرس للخط العربي، ما هي أهم، خلنا نتحدث المعايير، الأشياء اللي يجب أن يتسم فيها المشاركين في هذه المسابقة، على ماذا لازم يبدأون ويكرسون وقتهم للمشاركة في المسابقة؟ هو طبعا الشكل الخط العربي، أو مثلا كمثال عندنا خط الثلث كمسابقة، احنا حاطين نص معين، المتسابقين فيما بينهم أستاذة بيتباروا إن هم إزاي يعملوا تكوين أو تركيب متناظر ومحكم، أو بشكل عام بيقل فيه الفراغات ويحافظ على التسلسل. أنا المفروض أنت دلوقتي كحضرتك متذوقة أو بتحب الفن، ما أجي أقرأ اللوحة أستطيع قراءتها بشكل سلس، لا أجد بداية الآية في جزء ونهاية الآية مختلف، أو الكلمة التي تالي الكلمة مختلفة عنها. كذلك الأمر التسلسل، بعد التسلسل تيجي الحركات الإعرابية أو عدم نسيان النقاط، الحاجات دي مهمة جدا جدا إن الشخص يركز عليها ويبدع من خلالها. يعني أستاذ محمد، يمكن الأجيال خلنا نقول اللي أصغر منا، هل على اطلاع جدا كبير بالخط العربي؟ هل هم خلنا نقول ممتازين بالنسبة لسنهم في الخط العربي كمشاركين في هذه المسابقة؟ والله فعلا كان في مسابقة قبل كده تمت، كان برضه تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، اسمها في حب النبي، وكانت يعني قسمت الى فئات، كان في فئات صغيره كان عليها اقبال شديد جدا جدا، وما شاء الله هم فاجئونا بمستوياتهم يعني. وزي ما انت حضرتك قلت من شويه، الكمبيوتر اثر على الخط العربي، فكان غريب انك تشوفي جيل الايباد او الايفون قادر ان هو يكتب ويهتم بالفن ده، ففعلا بس لا هو بيحتاج توجيه، بيحتاج حد يعرفه الفن ده. صحيح. يعني ذكرنا في بداية الحديث أستاذ محمد نوعية الأوراق الموجودة لكل فئة للمشاركين، هل هناك أيضا تخصيص معين من فئة أخرى؟ يعني هل هناك نوع من الحبر المستخدم، الفراش المستخدمة للرسم، أم أنها متاحة للاستخدام بشكل أوسع؟ هو سؤال مهم جدا يا أستاذ حمدة، لأن جرت العادة في بعض المسابقات إن هو يختار مثلا لون حبر معين، إحنا لا، كنا حابين نوسع قاعدة الاختيار للمتشارك أو المتسابق إن هو يختار اللون اللي يعبر عنه، متاح له استخدام جميع الأحبار. كذلك الأمر في الحرفيات والأكريليك أو ألوان الجواش، كذلك الأمر في بالنسبة لخط الديواني، متاح له يستخدم أي لون حبر هو يتناسب مع النص اللي هو اختاره. صحيح. النصوص، أو ذكرنا أستاذ محمد بأنواع الخطوط الذي من الممكن أن يشاركون فيها المشاركين. ذكرنا من قبل أن الدورة الماضية كانت مرتبطة فقط بخط الثلث الجلي، ولكن نظرا لإقبال شديد ونجاح المسابقة، طبعا سمو الشيخ محمد مشكورا أمر بزيادة الفروع وزيادة الجوائز كمان. صحيح. فدلوقتي بقى عندنا خط الثلث الجلي وخط الديواني
وفرع الحرفيات، وإن شاء الله بنتطلع لزيادة أكثر يعني. إن شاء الله، ليش لا؟ يعني نود أن نشكركم على هذه المسابقات المقدمة من قبلكم، أستاذ محمد علي أبو المجد، أستاذ الخط العربي بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، شكراً على تواجدك اليوم معنا. الله يحفظك، سعيد بتواجد معك أستاذ. شكراً، تسلم. مشاهدينا احنا مستمرين وياكم، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. تم أمس افتتاح متحف المستقبل، المبنى الأيقوني الذي يعد أجمل مبنى على وجه الأرض، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حول استعدادات للمستقبل واستشراف متغيراته وتطوراته من خلال تقديم صرح علمي وحضاري بمقاييس عالمية. المزيد في التقرير التالي.